استأنفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديدة. وعشان نتكلم أكتر ونعرف تفاصيل أكتر حول هذا الخبر معنا عبر الهاتف الأستاذ محمود الروبي المحامي. صباح خير يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح النور. منورنا يا فندم في صباح مي. اهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام ومشاهدينك. اهلا وسهلا يا فندم. يا فندم عايزين نعرف البدايه بس نبسط الامور للناس ونقول للناس نعرفهم بس فكره عن هذا مشروع القانون او القانون الموجود حالي وبيتم تعديله. طيب خلينا نقول ان قانون الاجراءات الجنائيه يا فندم هو من اهم القوانين اللي بعد يعني بعد الدستور على طول وبيسمى من القوانين المكمله للدستور. هو ايه قانون الاجراءات الجنائيه؟ قانون الاجراءات الجنائيه بينظم يعني كل شيء خاص بالمواطن يعني من اول ما يتم القبض عليه بسبب اي جريمه يتهم بيها، وزي ما احنا عارفين ان القاعده الشهيره جدا ان المتهم بيكون بريء حتى تثبت ادانته. صحيح. يعني إذا أي شخص تم القبض عليه هو مش بالضرورة أن هو يكون مدان، وارد جدا أن الشخص ده يكون بريء، ولكن بيتم القبض عليه كإجراء مثلا أحيانا بيتم حبسه احتياطي. القانون اللي موجود هو قانون موجود من الخمسينات فبقاله 70 سنة، فطبيعي جدا تعاقبت عليه الدساتير. يعني حتى لما القانون ده اتحط كان بيطبق دستور 1923، فطبيعي جدا ان احنا مع التغيرات ومع تعاقب الدساتير احنا بحاجه الى هذا القانون. القانون وجود قانون اجراءات جنائيه جديد امر هام جدا، واحنا الحقيقه يعني بنثمن وجود هذا القانون وبيه مميزات كثيره جدا. يعني التوصيات اللي خرجت من الحوار الوطني. طب استاذ محمود انا عايز عايز اسال حضرتك قبل ما نوصل للتوصيات علشان خاطر كمان نبسط الموضوع اكتر للناس، يعني بالترتيب كده لما حد بيتقبض عليه بياخد قد ايه حبس احتياطي والفتره ممكن توصل لكام والتعديل اللي هيكون موجود بالنسبه لفتره الحبس الاحتياطي قد ايه؟ خليني اقول لحضرتك ان الحبس الاحتياطي كمان اتحط في القانون حاجه جديده بقى، يعني القانون الجديد قال ان الحبس الاحتياطي في بدائل للحبس الاحتياطي. يعني هو قال ان النهارده الشخص ممكن يعني يتعمل له حاجه اسمها تدابير احترازيه، يعني ممكن يا فندم يكون في تدبير احترازي ان هو مثلا ما يخرجش من البيت. ان الحبس الاحتياطي يكون النهارده في اقصى تقديراته في الشخص اللي متهم بجريمه قتل ممكن يتم اعدامه، اقصى تقديراته هتكون 2 سنين. كان الاول بيبقى يعني الحبس الاحتياطي يعني مدد كبيره جدا. الحقيقه ده كان من اهم الاشياء، لكن يعني زي ما برضو في مميزات خاصه بالحبس الاحتياطي القانون يعني في قصور شايفينه. المقترح هو لسه مقترح وبيناقش، عشان كده احنا يعني عندنا عليه الحقيقه يعني ملاحظات كتير، ونتمنى ان مجلس النواب يعني 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 لا يفسد فرحتنا بهذا القانون بتلك الملاحظات. طيب عايز اعرف من حضرتك ايه اللي حضرتك ممكن تقوله كمحامي وشايف ان في بعض النقاط اللي ممكن يتم ادراكها والتعديل فيها. خلينا اقول لسيادتك ان زي ما احنا عارفين هي مش 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 حمايه يعني مثلا لما نتكلم عن النهارده حصانه المحامي امام القضاء، هي مش حمايه للمحامي قبل ما هي تكون حمايه للمواطن نفسه. المحامي صح. لازم يكون واخد اكبر قدر من الحريه امام المحكمه علشان يقدر يدافع باكبر قدر من القوه عن حقوق موكله. فالنهارده لما نلاقي مثلا ان في ماده بتتكلم عن ان المحامي اثناء قيامه بواجبه ممكن يتم حالته او احاله الاوراق الى المحكمه او النيابه لو عمل شيء يسمى تشويش، ده امر يعني غريب ومش متصور مع وجود الدستور الجديد 2014. دستور 2014 كفى الحق الدفاع وادى كامل
الحقوق للمحامي امام المحكمه وليه كافه الحريه في ان هو يقول ما يشاء. فالنهارده احنا ما ينفعش نتوسع في هذا الامر، ما ينفعش نقول كلمه تشويش. يعني دي نقطه كانت مهمه جدا. عندنا برضو نقطة تانية، يعني ايه بس انا عايز اعرف برضو يعني ايه تشويش دي، برضو انا مش فاهمها هو كويس. مصطلح يعني، هو يعني مصطلح فضفاض ومطاط وملهوش اي يعني. مثلا النهاردة انا بترافع امام المحكمة، وارد النهاردة يحصل ان المحكمة الموقرة تقول يعني بناء عليه استاذ خلاص كده، فالمحامي يعني مثلا يعني يروح جاي يقول لا انا بتمسك بكذا ويخبط على هل ده بقى نعتبره تشويش؟ فده امر يعني هيعمل يعني يعني صدمات غير يعني غير 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 يعني غير يعني يعني حضرتك شايف ده، يعني حضرتك شايف ده نوع من انواع التقييد بالنسبه للمحامي اثناء ان هو بيدافع عن المتهم. بالظبط بالظبط. احيانا احنا بنتمسك بامور وبنصر عليها حمايه لحقوق المتهم، لما النهارده يتقال تشويش انا يعني هتمسك بالامور دي ازاي في ظل هذا القانون؟ صحيح. ونقابه المحامين اعترضت على هذه الماده. طيب عندنا برضو الماده 72. الماده 72 بتتكلم عن ان تجيز للخصوم ووكلائهم ان يقدموا الى عضو النيابه الدفوع والطلبات. طيب هل النهارده ينفع اخلي يعني الشخص نفسه هو اللي يقدم الطلبات؟ يعني لو المتهم نطق بدون اذن محاميه وارد يخطئ. صحيح. فالنهارده يعني لازم اقيد هذه الماده واقول بعد استئذان محاميه، لان صح. وارد ان هو يتورط في اي كلمه عن طريق الخطا. صح. عندنا برضو يعني ماده خاصه بالاحكام الغيابيه. الأحكام الغيابية النهاردة الجنائية، لو يعني الشخص منع من التصرف في أمواله، بيقول لحضرتك إن هو الشخص ده تصرفاته كلها باطلة. طب أنا اتعاملت مع شخص باع لي حتة أرض أو باع لي شقة وطلع عليه حكم جنائي، يبقى أنا يعني أنا الغير، أنا راجل ما أعرفش إن هو عليه حكم جنائي. تصرفه الباطل ده يخلي هيعود على المشتري، يبقى كده المشتري هو المظلوم كده دلوقتي. بالظبط. رغم ان كل القوانين في مصر بتحمي الغير حسن النيه. عندنا ملاحظات ايضا متعلقه بمأمور الضبط القضائي. النهارده النيابه العامه وفقا للقانون الجديد بتندب مأمور الضبط القضائي في اجراءات التحقيق اللي هي من اختصاص النيابه العامه. فلما تيجي مأمور الضبط القضائي في القانون ده بقى تم التوسع فيه، يعني لحد مندوب الشرطه ومعاون الشرطه، يعني طبعا مع احترامنا الكامل ليهم، ولكن دي اختصاصات اصيله للنيابه العامه، ضمانات. المتهم نفسه لما يلاقي بيتم استجوابه او بيتم التحقيق معاه عن طريق مندوب الشرطه، يعني ده امر بالنسبه له هيكون يعني غير مطمئن زي النيابه العامه، ووارد يعني لحد مراقبين الشرطه. صحيح. فده امر يعني صعب جدا. عندنا برضو يعني الماده 43، الحالات اللي بيجوز فيها القبض والتفتيش كانت وارده على المفروض بتارد على سبيل الحصر، لكن يعني ما ينفعش ان انا اتوسع في هذه الحالات واخلي ان مأمور الضبط القضائي اللي هو رجل الشرطه يقوم يعني ما ينفعش ان انا اديله الضبط والتفتيش لمجرد توافر قرائن، يعني لو مجرد توافر حاجه بسيطه كده احتمال يخليه ان هو يتم القبض. ده دون الرجوع يعني لاذن النيابه؟ انا بتكلم في دون الرجوع لاذن النيابه، ما انا عندي في حالات تلبس وفي حالات صحيح. وفي حاله اذن النيابه. التلبس يعني المأمور الضبط القضائي شايف الضابط شايف الشخص ده بيعمل الجريمه لازم يمسكه طبعا من غير اذن نيابه، ده حق وحق المجتمع. استاذ محمود، يمكن الجزئيه دي كان بيبقى فيها بعض المشاكل وبعض القضايا اللي كانت تبقى موجوده امام المحاكم اللي فيها بعض المشاكل، خصوصا مثلا يعني ان الواقعه مش بتبقى مثبته، او الواقعه بيتقال ان هي اتشافت بالعين وهي اصلا يعني استحالت وقوع الواقعه اصلا. بتحصل كتير طبعا. ده يعني ده صميم العمل في اغلب القضايا،
بيكون فيها يعني براءات بسبب هذه النقطة، صح. لكن أنا النهاردة أشرعنها بالشكل ده. طبعا خلي بال حضرتك القانون فلسفته مش كده، يعني القانون وهم بيحطوه في اللجنة التشريعية وبيتناقشوا فيه فلسفته مش كده، لكن في خلل، لكن هم ما كانش المقصود ده، لأن الدليل إن في مواد تانية، في مواد تانية في نفس القانون بتحظر الكلام ده، ففي تناقضات في القانون. صحيح. يعني مثلا القانون قال ان ما ينفعش يتم التحقيق مع الـ مع الـ مع المتهم بدون محامي، ولو ما فيش محامي ننتدب محامي. ده جميل جدا، ده نص دستوري. راح جاي قال الا في حاله الضروره، وتثابت مفتوحه كده ضروره. حاله الضروره هنا حضرتك شايف الكلمه دي فضفاضه برضو. ايه الضروره يا فندم؟ هي الضروره واحده بس، انها بعت لنقابه المحامين ننتدب وما لقيتش محامي، يبقى اذكرها، لكن غير كده انا ما عنديش اي ضروره تقول ان انا اخلي المتهم يحضر بدون محاميه. وكذلك ايضا في النيابه العامه لما تيجي تعمل يعني مبررات الحبس الاحتياطي، المفروض مبررات الحبس الاحتياطي، انا وجهه نظري طالما احنا بنعمل قانون جديد، انا شايف ان نخلي المحامي يترافع في موضوع القضيه أمام المحكمة في الحبس الاحتياطي. ليه؟ علشان لو في رجحان للبراءة أو في احتمالية للبراءة، المتهم ما يقعدش. يعني إن إحنا بنتكلم ليه قدام المحكمة؟ بنتكلم قدام المحكمة في مبررات الحبس الاحتياطي بس. صحيح. دايماً. يعني إيه مبررات الحبس الاحتياطي برضه عشان جمهور حضرتك الكريم؟ بنقول إن المتهم ليه مكان معلوم ومش هيهرب وكلام يعني بينطبق على الكل. صح. فأغلب الحبس الاحتياطي بيتم يعني رفضه لأن ده كلام عام وارد، بترجع بقى يعني لوجهة نظر القاضي موضوع القضية والراجل نفسه يعني شكله عامل ازاي وهل هيهرب ولا لا، لكن احنا عايزين نتكلم في موضوع القضية علشان المتهم نفسه لو في احتمالية كبيرة لبراءته يخرج. صحيح. لذلك برضو القانون جالنا في حاجة رائعة في الباب الخامس، وتكلم عن حاجة اسمها الإلزام بعمل للمنفعة العامة. يعني لو شخص عليه غرامة أو شخص عليه رسوم للدولة، بدل ما يتحبس، بدل ما يتحبس يعمل عمل للمنفعة العامة. صح. يشتغل. صح. ودي حاجة رائعة. صح. طب ليه بقى ما نخليهاش عقوبة للقاضي في الجنح البسيطة؟ يعني بدل مثلا محبس، احنا دايما كنا بننتقد الحبس قصير المدة، نقول لما متهم يخش يقعد 6 شهور ويختلط بالمساجين هيخرج يبقى ايه؟ بعد ما يخرج هيبقى ايه؟ بالظبط. طب ليه انا ما اخليش دي عقوبه في حد ذاتها بقى؟ طب طالما انا المشرع انتبه لفكره الحبس قصير المده، ممكن يخليها عقوبه. صحيح. وده امر هيبقى رائع جدا، بنشوفها في القضاء الامريكي لما بيحكم بي يعني العمل للمنفعه العامه. استاذ محمود، يمكن القانون في مواد كتيره جدا، بس الهدف الاساسي من القانون هي عمليه التسهيل، وفكره كمان يعني ان الحق يوصل لصاحبه، وفكره كمان وجود محامي مع المتهم، دي ثقافه لازم كلنا نتعامل بيها. انت المحامي ده هو صوتك اللي يقدر يدافع عنك. طبعا احنا زي ما كنا بنقول في الخبر ان القانون لسه هو مشروع قانون وفي بعض التعديلات، نتمنى طبعا يعني يكون القانون يخدم المجتمع بشكل عام. بشكر حضرتك جدا على هذه المعلومات والاستفادة فيها، الأستاذ محمود الروبي المحامي.